علاش لعبت المباراه؟ لانه احنا استشرنا الرابطه وعلى راسها رئيس اللجنه الطبيه سيد الحكم بشاري، واتصلنا به وقلنا له راك درت لنا المباراه نلعبوها يومين بعد العيد وحنا ما عندناش وين نديروا لا بي سي ار. قال لك معليش العب بلونسيان بي سي ار وبعد راكم تعاودوا ديروا واحد جديد. هل يعقل انت احنا لعبنا 22 ولا 23 مباراه بما فيهم مباراه كاس افريقيا، احنا عمرنا ولا ما درناش بي سي ار؟ هذا المناجر كوفيد مسكين، هذا الانسان قالنا ما تلعبوش المباراه، القانون يقول ما جبتوش لا بي سي ار ما تلعبوش. قلنا له رانا اتصلنا بالرابطه، رد التليفون وعيط في السوبيريور تاعو، اتصل به وهو اللي اوتوريزاه وقال له خليهم يلعبوا. بيان سور كان مظلوم، انت في الحاله هذه، انت مادا عاقبت الدكتور، احنا لا تعاقبنا، مادا هو راك عاقبته خلاص، ولا عاقبتنا احنا ما عاقبتش هو، احنا راه في الحاله هذه راه معاقبوا كل الناس.